An error in the Saudi defence allowed Ahmed Ameshin to score. مرت دقائق قبل أن يلتقط الأخضر أنفاس ويحتوي الصدمة، ثم انطلق يمطر المرمى العراقي بالهجمات حتى سجل العويران هدف التعادل. انور يلا فؤاد انطلق فؤاد نقول انا حق سامي الجابر يحاول يعدي سامي يلا سامي سامي ياخذ 18 نقول يا سامي نقول يا سامي وضرب الجزاء ضرب الجزاء ضرب الجزاء 100% But Mualid put the spot kick high and wide to leave the group of death very much alive. Mark O'Leary, Sky News.